واصلت طائرات النظام اليوم الثلاثاء غاراتها على مناطق عدة في محافظة حلب، ما أوقع ضحايا وجرحى من المدنيين وخاصة في ريف المدينة الشمالي. من جانب آخر، أفاد مراسلنا بأن الثوار فجروا مفخخة لتنظيم الدولة في قرية كفر كلبين شمال حلب، وذلك قبل وصولها إلى مواقعهم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من حلب مدير مكتب قناة حلب اليوم مصطفى العبد الله. يعني مصطفى، ما تفاصيل القصف الذي تعرضت له المناطق بحلب وريفها؟ غينا، حقيقة الموضوع أن الحملة الجوية التي يشنها طيران روسيا والنظام منذ أكثر من 10 أيام وحتى الآن على كل من أحياء مدينة حلب المحررة وعلى الريف الشمالي والريف الغربي والريف الجنوبي في مدينة حلب ما زالت مستمرة وبشكل عنيف حتى اليوم. مساء ليلة أمس واليوم صباحا تواصل القصف الجوي العنيف على كافة قرى ومدن الريف الشمالي، حريتان حوالي 14 برميل حتى هذه اللحظة، وأكثر من برميلين على منطقة الهرميز. هناك 15 إصابة بين المدنيين. كفر حمراء هناك حوالي 10 براميل وحوالي 15 جرة. معارك الأطيق هناك برميلين، حيان هناك برميلين، عفوا معارك الأطيق وحيان هناك غارتين بالصواريخ الفراغية. الكاستيلو هناك 3 غارات بالصواريخ الفراغية. الملاح هناك شهيد. الأوضاع ما زالت أيضا استهدف أحياء الشقيف وبن زيد والهلوك، الأحياء الشرقية في مدينة حلب المحررة استهدفها بشكل كامل. لاحظنا في خلال قصف البارحة واليوم استعمال النظام للجرر المتفجرة والألغام البحرية. هذه الجرر المتفجرة يلقي النظام حوالي 10 أو 15 جرة أو لغم بحري تنفجر بشكل متواتر بقرب بعضها بمراحل زمنية متفاوتة لا تتعدى الدقيقة، وعلى مساحة أرضية كبيرة، ما يؤدي إلى إصابة واستشهاد عدد كبير من المدنيين. نعم، هذا هو الواقع. نعم مصطفى، ما الجديد لديك حول المعارك بين الثوار وتنظيم الدولة بريف حلب الشمالي؟ طبعا لابد أن أذكر أخدغينا بأن القصف العنيف الذي يستهدف الآن قرى ومدن الريف الشمالي أدى إلى نزوح عدد لا بأس به من سكان حريثان باتجاه قرى ومدن الريف الشمال الغربي وأيضا قرى ومدن الإدلب. وطبعا يجب أن أذكر بأن النظام تسلل ليلا إلى قرية أم جرن في الريف الجنوبي من معامل الدفاع، واستطاع الثوار بعملية مباغتة وهجوم معاكس أن يسدوا هذه القرية من النظام. ما يخص الريف الشمالي، هناك معارك متواصلة منذ أن استطاع تنظيم داعش حصار وأطباق الحصار على مدينة مارع الأبية. الثوار ما زالوا يقومون بمعارك كبيرة من أجل فك الحصار عن هذه المدينة. تجري الآن معارك ضخمة جدا في كفر كلبين في محاولة لاستعادتها من قبل الثوار. استطاع الثوار أن يفجروا سيارة مفخخة على أطراف كفر كلبين، وأيضا سجل لدينا استشهاد القائد العسكري لكتائب الفتح وهو القائد العسكري أيضا للواء الفتح الشهيد ناصر حي الذكور تقبله الله في عليين. ما زالت الأوضاع في الريف الشمالي بين أخد وجز، الثوار يحاولون فك الحصار عن مدينة مارع كما قلت لكم، ولكن هناك يعني ترغيم كبير لداعش، هناك انتحاريين وهناك مفخخات كبيرة عيق هذا العمل إلى هذه اللحظة. نعم، طيب ماذا عن مدينة مارع المحاصرة؟ هل من مساعي لفك الحصار؟ كما قلت لك أخدغينا، الثوار يقومون بعمليات عسكرية متنوعة على كافة جغرافيا الريف الشمالي، ابتداء من براجيتا بقرية براجيتا على الحدود، ووصولا إلى الشيخ عيسى، ووصولا إلى كفر كلبين، ووصولا إلى جبرين. هذه المعارك تجري من كافة فصائل الجيش الحر في الريف الشمالي في محاولة لتخفيف الضغط عن مارع، وأيضا في محاولة لفك الحصار عنها. لكن إلى الآن لم يشأ الله أن تنجح هذه العمليات وتتكلم بالنجاح، ولم يتم إلى الآن فك الحصار عنها. ولكن إن شاء الله الساعات والأيام القريبة تحمل مفاجآت كبيرة مبشرة لأهلنا في مارع بإذن الله. نعم، شكرا لك مصطفى عبد الله مدير مكتب حلب اليوم في حلب. شكرا لك.